السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن رؤية الجاموس أعزكم الله. بالنسبة للرجل حينما يرى في المنام الجاموس، سواء بقى إذا كان بعدد كبير أو جاموسة واحدة، سبحان الله العظيم، رؤيتها بالنسبة للرجل قوة وشجاعة، أن هذا الرجل عنده قوة وشجاعة. ذبح الجاموس في المنام وأكل لحمها خير وبركة ورزق كبير في القريب العاجل إن شاء الله. حليبها منفعة من أحد الناس. ولادة الجاموس في المنام بالنسبة للرجل بشارة لحمل زوجته. هذا ما يخص الرجل بالنسبة لرؤية الجاموس والذبح والحليب إلى آخر هذه الأمور التي ذكرتها. بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤية المرأة المتزوجة للجاموس أمان لبيتها من الخوف، يعني يبدو أن هي خايفة لأي مسألة ما، لأي أمر ما، هي في الفترة دي عندها مشكلة وخايفة على بيتها، فرؤية الجاموس لها في المنام بتطمنها، بشارة من الله بيقول لها ما تخافيش يا أمة الله. لبن الجاموس بالنسبة للمرأة المتزوجة مال في الطريق، ولادتها أخبار سعيدة وقيل حمل لها. بالنسبة للمرأة الحامل، رؤيتها للجاموس أو شرب لبنها ولادة مولود ذكر له مستقبل باهر، سبحان الله، رؤية في غاية الجمال. الجاموس السوداء بالنسبة للمرأة الحامل عمل أو وظيفة، وللمرأة المتزوجة أيضا كذلك. بالنسبة للبنت العزباء، رؤيتها للجاموس رؤية، سبحان الله، رؤية محمودة وهو الزواج. لما تشوف الجاموس في المنام دي بشارة بالزواج في الطريق العاجل إن شاء الله، وبعض العلماء قال تحقيق أهداف وقيل نجاح وتفوق. ركوب الجاموس بالنسبة للبنت العزباء سفر، هتسافر. البيضاء لها خير ومال، أما مطاردتها في المنام كون إن البنت العزباء تشوف الجاموسة بتجري وراها بتطاردها تدل على شاب يريد الارتباط بك، في حد عاوز يرتبط بك، فسبحان الله، لكن يبدو ان هو لسه ما تكلمش او حاجة يعني من هذا القبيل. فكون ان انت تشوفي الجاموسة بتجري وراكي بتطردك، اعرف ان في حد عاوز يرتبط بك. هذا كل ما يخص الجاموس في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.